فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح حديث حصى الخذف ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، قال: وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لا يزال الشيخ رحمه الله في سياق النهي عن التشبه بأهل الكتاب، ومن ذلك هذه المسألة، مسألة الغلو في الدين، فإن من صفات النصارى غلوهم في دينهم كما نهاهم الله جل وعلا عن ذلك، غلوهم بالرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، ومن ذلك غلوهم في المسيح عليه السلام حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية وجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو جعلوه هو الله كما ذكر الله مقالاتهم في القرآن العظيم. سببها في هذا هو الغلو عن الحد المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ حصى الجمار وبيده صلى الله عليه وسلم وهي سبع، خشي أن بعض الناس يستقل هذه الحصيات ويقول إنها صغار، لأنها بقدر حصى الخذف، فخشي على أمته من الغلو، وأن يرى أحد أن هذه الحصيات صغار وأنها لا تفعل شيئا، فيغلو ويأتي بحصى كبار يرى أنها أنكى وأشد، ويرى أن الأجر فيها أعظم من الحصى الصغار، كما يزينه شياطين الإنس والجن لبعض الجهلة من هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته وبيانه لهم في هذه المناسبة نهى عن الغلو،